السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين في كل مكان، أتمنى لكم الصحة والسلامة والسعادة دايما إن شاء الله. قبل ما نبتدي كده الحلقة أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حب أشكر طبعا كل الناس اللي انضموا لقناتنا الفترة اللي فاتت ديت، برغم إن إحنا ما كناش بنظهر ولا بنطلع خالص بأي فيديوهات بقالنا فترة، بس طبعا حابة طبعا أشكر كل الناس اللي انضمت للقناة عندنا جديدة، وطبعا الناس القديمة طبعا وحشتونا جدا جدا جدا. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. أحب قبل كده ما ابتدي معاكم كده الفيديو ندعي الاول كده لفلسطين والغزة، يا رب ينصرهم نصرا عزيزا مقتدرا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم كن لهم يا رب العالمين عونا وسندا ليهم يا رب، واحفظهم وصبرهم يا رب على شهدائهم، والدعاء لكل الوطن العربي كله وكل الدول العربية، نتمنى ليهم يا رب الخير والسعادة الدايمة يا رب العالمين. طبعا انا كنت حابة كده اتكلم معاكم في حاجة كده يعني علقت عليها، بس كنت حابة ان انا اطلع اتكلم فيها. انا دلوقتي يا جماعة عايزة اقول ان انا معايا آلاء حوارات، واللي ما يعرفش مين آلاء حوارات، من طبعا العيلة دي طبعا كبيرة وغنية عن التعريف، طبعا اكيد طبعا الكل عارف مين آلاء حوارات. هي زوجة محمد حوارات اخو حمدي، حمدي جابر اللي هو طبعا حمدي وفاء، طبعا القناة الكبيرة المليونية طبعا المشهورة. آلاء دلوقتي كانت طالعة بتقول على سبب دخولها العناية المركزة بعد الولادة، طبعا كلنا عرفنا ان آلاء بعد ما ولدت جالها تعب شديد، انتقلت تاني للمستشفى دخلت العناية المركزة، فكانت طالعة بتوضح السبب هي ليه دخلت العناية، طبعا برغم انها اتأخرت علينا في السبب دوت، على انها ابتدت انها تطلع وتتكلم. بصراحة انا ما اقتنعتش بالكلام اللي قالته في الفيديو بتاعها. تقولي لي ما اقتنعتش الكلام؟ اولا كلنا عارفين الدكتوره فاطمه انها دكتوره كويسه جدا جدا جدا، وان مش هي السبب خالص في تعب آلاء خالص. الناس اللي كانت بتقول ان الولاده ممكن تكون هي السبب، دكتور البنج مش عارف ممكن يكون خطا من الدكتوره، اصلا التعب اللي كان عند آلاء كان العصب السابع هو اللي كان عندها تعب، معنى كده ان هي مرت بحاله نفسيه مش كويسه، يعني مرت يعني في زعل. وكلنا طبعا شفنا قبل كده انها اول ظهور ليها بعد الولاده بتاعتها طلعت وقالت انها كانت رايحه المستشفى كويسه جدا، برغم ان هي ما كانتش يعني هو ده الميعاد بتاع ولادتها، بس طبعا ظهرت عليها علامات ولاده فابتدت طبعا تروح المستشفى وولدت وقامت بالسلامه، رجعت البيت فتعبت. طبعا اكيد في مشاكل حصلت هنا في الوقت اللي بعد الولاده، الوقت اللي بعد كده تعبت فيه وراحت فيه المستشفى، ايه اللي حصل الله اعلم، محدش طلع ووضح حاجه سبب تعب آلاء هو ايه. بس هي طلعت قالت كلمه كده الله اعلم اذا كانت غلطه لسان منها، ولانها قالت ان انا اللي حصل لي زعل وبس، ما قالتش حاجه تانية اكتر من كده. النهارده طلعت وبتقول ان اللي حصل لها دوت بسبب ان هو يعني حاله ايه، لان اللي حصل لها دوت لوحدها قضاء وقدر، مع ان ده كلام طبعا مش مقنع. وانا شايفه ان في التعليقات ان الناس بتقول احنا مش فاهمين الحقيقه منك او مش فاهمين الكلام، انت كاتبه عنوان فيديو سبب تعبي هو ولادتي، ومش سبب او سبب ولادتي هو التعب اللي حصل لي، فطبعا ده كلام اصلا ايه، ما حدش، انا شايفه ان عندك ما فيش حد مقتنع بالكلام دوت. طبعا الدكتوره طبعا لا تعليق طبعا على الدكتوره فاطمه، طبعا هي غنيه عن التعريف، هي اصلا دكتوره جميله جدا، اخلاق ادب حنيه، فعلا التعامل معاها كانك بتتعاملي فعلا مع الام، وهي كمان كانت بتخاف على اي حاله عندها كانت بتتعامل معاها لانها بنتها مش حاله وخلاص. طبعا الدكتوره فاطمه لما راحت زارت آلاء في المستشفى وشافتها بالشكل دوت في العنايه المركزه، طبعا زعلت عليها جدا وبكت عليها طبعا، لانها برضو كانت بتحب آلاء حوارات. طبعا عايزه اقول ان اللي حصل لآلاء حوارات ملوش علاقة خالص بالولادة نهائي، وطبعا في الدكاترة طبعا لما دخلت العناية وابتدوا يعملوا تحاليل وفحوصات، وطبعا بعد البحث ده كله اللي حصل اكتشفوا الدكاترة ان فعلا النساء او دكتوره النساء ملهاش اي علاقه خالص باللي حصل لآلاء ده خالص، ان الدكتوره اللي ولدت آلاء دكتوره ممتازه جدا، وان الجرح بتاع آلاء كان جرح ممتاز جدا لدرجه ان هم كانوا بيفكروا ان هم يطلبوا الدكتوره دي تشتغل معاهم عندهم في المستشفى هناك معاهم. آلاء بتقول ان اللي حصل لها ده كان قضاء وقدر، طبعا هي عايزه تقول يعني طالعه لنا انها عايزه تنفي الكلام اللي اتقال على اهلها والسبب الحقيقي اللي زعلها، لان طبعا قالوا ان اهلها كانوا حابين يصوروا معاها في الستيشن وفي الاحتفالات اللي كانت في المستشفى وبعد الولاده كانوا حابين يصوروا، فطبعا واضح كده ان كان محمد حوارات جوز آلاء طبعا رفض ان اهلها يصوروا، فابتدت البنت طبعا تزعل ان ما بقالتش ولا امها ولا ابوها ولا اخواتها جنبها في الولاده، ورفض طبعا ان هم يطلعوا يصوروا معاها، اكيد ده طبعا اثر عليها فجالها تعب في العصب السابع. فانا هو طبعا هو ده طبعا السبب الحقيقي، برغم ان آلاء طبعا ما وضحتش ان هو دوت السبب.
بس انا شايفه ان دلوقتي حاله قلق طبعا بتتحسن يوم بعد يوم طبعا بالعلاج الطبيعي. طبعا انها بتتعالج دلوقتي، بتعمل علاج طبيعي وبتعمل جلسات، يعني حتى يعني لو ما كانش في تحسن ما كانتش اعلنت ان السبوع خلاص هيكون قريبا جدا، وهم محضرين كل التجهيزات بتاعه السبوع. فطبعا خلاص كده يعني التجهيزات بتاعه السبوع يعني خلاص كده ممكن كام يوم ويقولوا ان السبوع هيبقى امتى بالظبط. اقول لا لا برضو حاجة يعني عايزة تخلي بالها كده من نفسها الفترة اللي جاية، عايزاها تاكل لبان على طول باستمرار، لان اللبان بيساعد على الشفاء في العصب السابع، لان دايما اللبان بيحرك العصب السابع، فده طبعا هيساعدها كتير قوي على انها تخف بسرعة، وان شاء الله هتبقى تبقى كويسة وحالتها طبعا هي بتتحسن برضو، بس برضو اللبان هيساعدك كتير على الشفاء. برضو انا لفت انتباهي برضو ان في التعليقات طبعا ناس طالعين يقولوا القلق بلاش تتحكي علينا، سبب مرضك مش الولاد، سبب مرضك هو بعد اهلك عنك وجوزك هو اللي عمل المشكله. طبعا الكلام ده انا قلت برضو لقيته موجود عندها في التعليقات، خلي امك ما جاتش ساعدت طبعا، وقفت معاكي في الولاده بتاعتك، او ما راحت لكيش بعد كده في البيت او في المستشفى بعد تعبك، هو ده السبب طبعا اللي اداكي الى الحاله نفسيه، عشان مامتك واخواتك ما كانوش معاكي قلق. انا برضو شايفة كده برضو ان قلق يعني ابتدت ان هي تظهر كده في فيديوهات وتسجل وتصور وتتكلم، وبرضو بتظهر هدوم البيبي، وطبعا وكل طبعا ما كانش برضو مستحب دلوقتي غير لما كنت تخفي خالص يا قلق، يعني برضو مش عايزين انت ايه تستعجلي برضو على حاجة زي كده غير لما ربنا يكمل شفاكي على خير. بلاش كنت صورتي فيديوهات دلوقتي غير لما تخفي خالص وباحسن كمان في احسن حال، وبلاش تجيبي كمان سيرة ليه بقى. انا بعد اسألك سؤال، يعني انت ليه مش بتجيبي سيرة اخواتك واهلك يا آلاء، وليه مش بيزوروكي، وليه مش بيجوا عندك؟ اكيد ان بسبب المشاكل ديت، وبسبب ان جوزك واهل جوزك طبعا عملوا مشاكل مع اهلك. فطبعا انت دلوقتي يعني عايزة تقولي ايه، بيتي بنتي جوزي هم دول حياتي وخلاص، لو جات على اهلي انا ممكن ابعد عن اهلي. طبعا كل ده واضح جدا. عايزة اقولك انك انت مادام دخلتي مجال اليوتيوب وبقى ليكي متابعين، فطبعا انت عارفة المتابعين بيحبوا يعرفوا كل التفاصيل عن اليوتيوبر اللي بيبقى قدامهم. ننتقل بقى بعد كده لقناة عالم منا، طبعا اخوه طبعا مغتربة في فرنسا، بصراحة برضو يعني شفت له كده اخر فيديو دلوقتي، برضو يعني عايزة اقول له البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون، تعددت الاسباب والموت واحدا. طبعا كلنا عارفين الست اللي كان بيروح السوق اللي هي السوق اللي هو الريفي دوت، الست الريفية اللي هي عمرها 85 سنة، اللي هي اسمها ام عبد، ام عبد اللي كان بيجي لها راتب شهري من فاعل الخير طبعا اللي هو ابو محمد من المملكة العربية السعودية، كان مدي الاستاذ محمد صاحب قناة عالم منا، كان حاطط في حسابه في البنك طبعا فلوس شهرية لمدة سنة ان يوصل لها راتب شهري كل شهر. فطبعا نزل السوق عشان يدور على الست ديت، وتفاجئ ان الست اتوفت. كان بينزل في العيد عشان خاطر يوصل لها اللحمة بتاعتها والعيدية بتاعتها او اللحمة بتاعتها زي ما كان كلنا عارفين طبعا. فطبعا اتفاجئ ان ما كانش بيلاقيها، كل ما كان بيروح يسأل عليها ما كانش بيلاقيها، كل ما كان بيروح يسأل عليها ما كانش بيلاقيها. فطبعا قالوا ان بعد كده عرفوا بقى بعد كده ان هي ستي اتوفت، وقالوا طبعا انها ممكن تكون يعني في الاول قالوا انها ممكن تكون واخده اجازه، فلكن طبعا للاسف الست اتوفت طبعا. فطبعا انا عايزه اقول ان البقاء لله، فعلا تعدد الاسباب والموت واحدا. طبعا عايزه برضو اشكر الاستاذ طبعا ابو محمد اللي هو طبعا المملكه العربيه السعوديه على الخير اللي كان بيعمله مع الست ديت، ربنا يا رب يبارك له انه بيعمل خير طبعا مع ناس كتيره طبعا شايف ظروفهم تعبانه. فطبعا عايزه اقول له ربنا يبارك لك، ويا رب يرزقك من حيث لا تحتسب يا رب كده لاي حد طبعا بيعمل خير. طبعا اكيد طبعا يعني عايزه اقول ان بيقعد له طبعا الخير طبعا، يعني مش بيروح كده وخلاص يعني. طبعا يا جماعة كده مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ان جيتوا معايا كده في نهاية الموضوع الاشتراك واللايك في القناة عشان عيلتنا وقناتنا تكبر بيكم انتوا. طبعا بعتذر طبعا عن التأخير عن تنزيل الفيديوهات والاحداث اللي فاتتنا طبعا كتير الفترة اللي فاتت، بس طبعا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا انتظروا طبعا محمد برضو هينزل عليكم طبعا بفيديوهات، بيجهز فيديوهات وهينزل عليكم بيها. وطبعا برضو
برضو كنت عايزة اقول لمدام هناء مغتربة في فرنسا انك وحشتينا طبعا جدا. احنا طبعا متابعينك، بس طبعا كل فيديوهاتك طبعا بنتفرج عليها، او انا على نفسي بتفرج عليها كلها. بس طبعا يعني الواحد كان تعبان الفترة اللي فاتت دي، فما كانش قادر ان يطلع ويسجل ويصور طبعا من كل حاجة. بصراحة يعني الواحد تعبان نفسيا صحيا، بس الحمد لله على كل شيء. عايزة اقول لكم بقى يعني استودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حور حوري حور يا قلبي، حور يا طمع، حور يا حلوة، حور حوري حوري، حور يا حلوة، حور يا طمع، حور يا قلبي، حور حور حور، أحلى البنات حور، حور حور حور، أحلى البنات حور، حور الحلوة حور، حور حوري.